اهلا بحضراتكم من جديد. يعني انضم لي ضيفاي الكريمين، يعني النقاد الرياضيين الجامدين جدا، الاستاذ حسن خلف الله، نقد رياضي بالاهرام. اهلا اهلا بيك يا كابتن، عامل ايه؟ الحمد لله كله تمام. الحمد لله. حلوه تسريحه شعرك دي الجديده. اه ايضا نجم نقد لازم تخطفني في حاجه انت في اول حلقه. احمد الشامي النقد الرياضي بالاهرام، اهلا بيك حبيبي. عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ كله تمام. وحشت. انا مش هتكلم عشان انت عارف كلامي هيبقى يعني مش هتكلم. لا بس انا سعيد ان انا مع الاستاذ حسن النهارده لاول مره نجتمع. ليه انت مش مع بعض في الجورنال؟ لا مع فضائيا اول مره نجتمع. اللي في الجورنال بتشوفوا بعض؟ اه طبعا طبعا. احمد من قبل الجورنال كمان، يعني كنت في تجربه بره وكانت بدايته معايا فيها. اه طبعا. فاحمد من الناس اللي يعني ربنا يخليك، بداوا معايا تجربه كويسه من بدايته، وشخص محترم. خلي بالك ده تاريخه معايا. تاريخه معايا اصله ميدو، واخدني من ايام ما كان لسه في انبي. آه. انا كنت انا لسه بقى بادئ، فقال لك بس ده يعني كل ما يقابلني في حته يعمل لي كلمتين. يلا ندخل في جو الحلقه، الجو طبعا او الكلام اللي حضراتكم مستنيين تسمعوه من نقاد رياضيين بخصوص مباراه الاهلي والوداد، المباراه اللي كل الناس بتستناها يا استاذ حسن. يعني طبعا مباراه فاصل التليفونات مش عايز يعمل سلام، مش راضي يعمل، مش عارف ليه هو التليفونات بتيجي على الهواء، فمضطرين نقفله. طيب اروح لاحمد. لا اتفضل. خلاص يعني شايف المباراه ازاي من وجهه نظرك الصحفي؟ شوف، هي طبعا مباراه مهمه جدا ومباراه صعبه جدا في نفس الوقت. يعني طبيعي ان في الاهلي بيحمل احلام مش جماهير التتش بس ولا الجماهير الحمراء فقط، ولكن احلام كل الجماهير المصريه، لان طبعا فوزه بالبطوله ووصوله لكاس العالم للانديه ده هيدي انجاز جديد لكره القدم المصريه بعد تاهل المنتخب. فالمباراه ليها اهداف خاصه واهداف عامه بالتاكيد بتهم كل المصريين اكيد. على مستوى المباراه نفسها فما فيش شك ان المباراه يعني في وجود هذا العدد من الجماهير اللي كلها تبحث منذ فتره عن تذاكر لحضور المباراه والكل عايز يبقى موجود ويشجع الاهلي، ده طبعا بيدي المباراه برضو وبيكسبها نوع من يعني القوة الدافعة لكل الفريق وكل المسؤولين ان هم يبدأوا بداية كويسة على الله. اللي انا عايز اقوله ان طبعا كل الناس قبل المباراة كلها طبعا تساؤلات بدأت، الاهلي هيلعب ازاي؟ هل هيحتاج المباراة دي احمد فتحي الوسط ولا احمد فتحي الجناح؟ هل كل هذه يعني انا مش بتكلم، انا بتكلم من التساؤلات لسه ما دخلتش في الفريق، ان في تساؤلات كثيره وده بيؤكد ان الاهتمام بالمباراه وبالاهلي في هذه المباراه. في مقدمات نظريه كلنا بنتكلم عنها اللي هي مشوار الاهلي في البطوله او الماتشين الاخرين سواء في دور الثمانيه او في قبل النهائي، ده كان ليهم يعني صدى او رد فعل كبير بيلقي عاتق او مسؤوليه كبيره على الاهلي في هذه المباراه. كل هذه الاشياء مجتمعه بتؤكد ان المباراه طبعا اهميتها او بتوضح مدى اهميتها. في نفس الوقت هناك جانب اخر هو المتعلق بان المباراه طبعا كل مباريات كرات القدم عمرها 90 دقيقه الا مباريات النهائيات الافريقيه فهي 180 دقيقه اكيد، يعني بيبقى فيها شوط او جولتين لان مباراه هتتلعب هنا ومباراه هتتلعب على ارض المنافس. فطبعا الكل بيطمح ان تكون الضربه القاضيه من اول مباراه يا رب، فده أتمنى. اللي بيسعى اليه الجهاز الفني او الاهداف اللي بتتمناها الجماهير من واقع ما حدث مع النجم والترجي. كلام محترم جدا جدا. برضه الزحمه في نطاق او في سياق الكلام، شايف المباراه ازاي برضو من وجهه نظرك قبل ما نتكلم عن تفاصيلها، قبل ما نتكلم عن خبر مهم جدا جدا هتكلم معاه اتكلم فيه معاك بعد ما تقول لي شايف المباراه ازاي بصفه عامه؟ دايما المباريات النهائيه خارج كل التصنيفات والحسابات، يمكن الاهلي حظوظه كانت اكبر في دور الثمانيه ودور الاربعه ان هو يعني ظهر ان هو الفريق القوي اللي بيقدر يفوز خارج ارضه، اللي بيعمل سكور كبير جدا، يعني سكور مباراه النجم الساحلي غير متوقع بالمره ان الاهلي يخسر هناك 2-1 بس يكسب هنا في القاهره 6-2، ده رقم كبير جدا. دي كلها مؤشرات ان الاهلي يقدر يكسب في مباراه ان شاء الله بكره مع الوداد المغربي. الوداد عنده مزايا كتيره،
اهمها خط الدفاع، لكن الاهلي عنده حظوظ اكبر في وسط جماهيره وفي وسط الحضور الكبير اللي الناس كلها يعني بتتكلم عنهم بقالهم يومين ثلاثه ان هم يكونوا موجودين. كل الامور دي هتبقى في صالح النادي الاهلي، صالح النادي الاهلي عنده فرصه اكبر ان هو يكسب قبل ما يبقى يعني استكمال الاستاذ حسن الشوط الثاني او المباراه الثانيه في المغرب. الاهلي تركيزه لازم يكون اكبر، مباراه صعبه في كل الحسابات، صعبه بتقابل فريق وصل نهائي، هو وصل نص النهائي ان هو تخطى نص النهائي بصعوبه انه تعادل سلبيا وبعدين فاز 3-1، لكن الاهلي عمل سكور كبير جدا. السكور ده اتمنى ان الاهلي يستفيد منه في الدافع النفسي والمعنوي للعيبه ان هي تقدر تقدم رساله قويه للوداد قبل ما يسافروا المغرب علشان يقدروا يقولوا ان الاهلي وصل للنهائي بقوه ما وصلش بصعوبه. هو ده اللي الاهلي محتاجه ان شاء الله في مباراه الوداد، ونتمنى ان شاء الله يكون الحضور الجماهيري على غرار مباراه النجم ويقدم صوره تليق بالكره المصريه. احنا مش ملحقين على التيكت يعني، احنا الجماهير ده الجماهير لا والله، عشان كمان عايزين نشيد بالدور اللي عملوه الاداره التنفيذيه في النادي الاهلي اللي هو شيرين شمس ووليد مهدي، قدموا دور كبير جدا في التذاكر في ظل يعني ان هم بيتكلموا في 50,000 تذكره. كان بس يعني انا عندي معلومه للناس ممكن كتير ما اعرفهاش، ان المهندس محمود طاهر سحب تذاكر كتير جدا من اعضاء مجلس اداره ودخلها ضمن التذاكر المطروحه للاعضاء مش للجماهير. كويس. طيب طالما اتكلمنا على المهندس محمود طاهر، المجلس عمل حاجه حلوه جدا طبعا، يعني عمل خطوه حضاريه جدا في موضوع الانتخابات ان هو يدعو، او طبيعي او طبيعي يعني طبيعي، وحاجه جميله جدا لازم برضو نتكلم عليها ان هو دعا الاسطوره كابتن محمود الخطيب وقائمته لحضور المباراه غدا. ما هو ده بيعكس لك مدى المحاولات اللي كان البعض بيحاول يشوه بيها صوره النادي الاهلي خلال الفتره الماضيه، لان النادي الاهلي دايما مهما كان في انتخابات او في اي شيء، لكن بتجد ان الناس كلها ناس محترمه، ناس بتتعامل بكل بروح واخلاق ومبادئ النادي الاهلي، لكن البعض بيحاول يشوه الصوره في الفتره الماضيه. ليه؟ هي دي روح النادي الاهلي، هي دي الناس المسؤوله في النادي الاهلي، ان المساله ايا كانت الانتخابات فهي مباراه وبتنتهي وكل روح رياضيه، فبالتالي بتبقى المبادئ والاشياء الجيده من خلال الافعال وليس الناس اللي بترفع شعارات في الهواء تقعد تتكلم وبتسعى لتشويه الصوره. يعني ده اللي حضرتك بتتكلم فيه دلوقتي ده بيعبر عن اخلاق النادي الاهلي وعن اخلاق المسؤولين في النادي الاهلي. المساله ان توجيه الدعوه لكل الموجودين في الانتخابات ان هم يحضروا المباراه، ده تاكيد ان الناس كلها روح واحده وكله بيسعى ان هو عايز يخدم النادي. الجمعيه العموميه هي اللي شايفه مين اللي بيخدم ومين اللي مش هيخدم، مين اللي هيقتنع برنامجه هيقنعها وهيقدر ان هو يكسب تصويتها، انما في بعض بقى من بره بيحاول ان يشوه المساله، بيحاول يخلق اشياء مش موجوده، فطبعا الافعال هي اللي بتبين بقى المبادئ وبتبين الاصول وبتبين الناس بتتعامل ازاي في النادي الاهلي. فدي لفته طيبه من المهندس محمود طاهر ومجلس الاداره الموجود وكل المسؤولين في النادي الاهلي ان هم يعملوا خطوه زي دي. ده بيؤكد على عكس، هي شوف دي مقارنه بقى بين النادي الاهلي وبالنادي الثاني بتلاقيهم الخناقات والشتايم او غيره او بدا او اي نادي ثاني بيحاول، فالبعض بيحاول ايه يحاول يشوه صوره النادي الاهلي، عايز يخلي الصوره ما تبقاش هي الصوره الموجوده. فالتصرفات والافعال هي اللي بتعبر بقى عن المبادئ بالزبط. مش قصه مبادئ وخلاص والناس بتتكلم في الهواء، لا هي التصرفات اللي بتعبر. فدي لمسه طيبه وامر مهم طبعا يستحق الاشاده مننا كلنا يعني. بالظبط. عايز تتكلم؟ انا عايز بس استكمل ان دي رساله يعني هي اول مره تحصل في تاريخ النادي الاهلي ان يبقى في توجيه للانتخابات في، بس يمكن الحدث هو اللي يعني برضو كان ليه جزء في الفرض ان في نهائي افريقي، فكانت رساله محترمه من مجلس الاداره ان هو يدعو جميع المرشحين تكاتف لان يبقى ده النادي الاهلي. انا عايز اقول لك ان الندوتين اللي كنا بنتكلم عنهم امبارح او النهارده ما فهمش الصخب الاعلامي خوفا من تشتيت تركيز اللعيب، ده كان مقصود في اداره النادي الاهلي ان ما يبقاش في حديث عن الانتخابات، خاصه ان التركيز هو الاكبر على الفريق الكره، لان ده الحلم ان الاهلي يوصل نهائي افريقيا وده وصل. فالنهارده ان شاء الله الاهلي يكسب الوداد في النهائي ويتاهل الى كاس العالم في نسختين في ابو ظبي، في نسختين يعني ان شاء الله السنه دي والسنه اللي بعدها هيكون موجود في كاس العالم ده في ضمن التغيرات اللي حصلت. فده مهم جدا ان انت التركيز للكره على لاسعاد الجماهير المصريه بشكل عام وطبعا الجماهير الاهلي العريضه
بشكل خاص، فكانت الرساله واضحه من المهندس محمود طاهر، دعوه الجميع، ليست قائمه الكابتن محمود الخطيب فقط، قائمه جميع المرشحين، كل من تقدم باوراق ترشيحه في انتخابات النادي الاهلي مدعو على هو الكابتن الخطيب قائمه؟ لان في ناس، ما في ناس ثانيه مستقله، الناس كله مدعو ده كله في طبعا هيبقى حضورهم في المعصوره الرئيسيه، هيبقى اتوبيس في اي بي خاص جدا ان شاء الله هيتحرك بيهم هيتحرك بالناس اللي هتبقى موجوده في المباراه من امام النادي الاهلي في الجزيره الى استاد برج العرب. تمام يعني برضو يعني هي فعلا حاجه جميله جدا، ورب ان شاء الله تدوم هذه الروح الى نهايه الانتخابات، وربنا يوفق الاصلح والاحسن للنادي الاهلي. وانا قلت موضوع صعب لجمال عمان، ان شاء الله يختاروا الاحسن للنادي الاهلي. يعني الاعلام شايفه بيحفز النادي الاهلي، شايفه بيدعم النادي الاهلي، بيدعم الفريق كويس، شايف الموضوع ازاي؟ ما ده كويس، يعني دي حاله جيده. ولاني اصلا انا عايز اقول لك حاجه، يعني الاهلي هو يعد الان الفارس النبيل بتاع الكره المصريه الموجود تعبيرا عن مصر في هذه البطوله. تمام. هو بيبحث عن لقب جديد، لقب هيضاف طبعا للانديه المصريه وللكره المصريه، لقب ورقم قياسي واشياء كثيره هتتحقق من هذا الفوز. بالظبط، ده مستوى العربيه. بالظبط. ثانيا الاهلي بذل مجهود في البطوله وقدر ان هو فعلا يكتسب الثقه ويكتسب التشجيع ويكتسب كل شيء من خلال المجهود والاداء اللي اداه. تمام. ويكفي ما حدث في المباراتين او الدورين السابقين. كل دول رفعوا من شان الكره المصريه. ولان خاصه انت كان بيبقى عندك دايما مخاوف من اللعب مع فرق الشمال الافريقي بشكل عام. بالظبط. فانت يعني قدرت تكسر هذه المخاوف وهذه الحده من خلال الانديه المصريه، لان هم التكوين برضو بتاع المنتخبات، فبالتالي ده بيدي او بيعكس مدى يعني الانتفاضه او الانتعاشه او التقدم بتاع الكره المصريه على مستوى القاره، وده انعكس على المنتخب والحلم اللي تحقق في التاهل لكاس العالم. فبالتالي الاعلام لابد انه يكون دوره ايجابي في المسانده، لابد ان هو يكون بيساند بشكل كويس، واعتقد ان ده يعني مش غريب على الاعلام المصري. الاعلام المصري يعني بشكل عام سواء اي نادي بيمثل مصر بيكون في مسانده قويه ليه، وطبعا الاهلي من الانديه تستحق طبعا من خلال انجازاتها ان الاعلام لازم يقف وراها، وده امر ايجابي وامر جيد، وانا يعني شايف ان دي حاله صحيه وحاله مش جديده على كل يعني الاعلام بكل طوائفه، وده امر يعني نتمنى انه يتكرر ويكون دايما هو يعني السند وراء كل الفرق المصريه. يا رب. يعني شايف الموضوع برضو، لو عايز تضيف برضو حاجه استاذ احمد، احنا بنتكلم على الاعلام بصفه عامه، اعلام هو مسموع، اعلام مرئي، اعلام مكتوب، ايا كان. هو كل وسائل الاعلام بالتاكيد لها دور دايما هي اللي تكون السند في الرياضه المصريه، وهي داعم رئيسي وهي محور مهم في كل الاحداث، خاصه ان دور الاعلام دايما هو التنوير للناس، انك بتدي رساله بتقول فيها الرياضه بتقدم ايه. وجود الاهلي في النهائي ده رساله ان الكره المصريه في تطور، خاصه بعد وصول المنتخب الى نهائي كاس العالم في روسيا 2018. ان شاء الله الاهلي لما يوصل كاس العالم للانديه في ابو ظبي، ده تأكيد ان انت الكرة المصرية عندها انتفاضة، عندها صحوة بعد الأحداث اللي شهدتها في السنوات الأخيرة بعد الثورتين. فهو ده التغير المطلوب، المطلوب ان الناس يبقى في دعم للنادي الأهلي. واعتقد زيارة المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة امبارح في النادي الأهلي كانت ضمن الرسائل اللي بتقول ان هو بيدعم النادي الأهلي في مشواره الإفريقي، وكان رسالة مهمة جدا. مهمة جدا، وبتأكد ان الدولة ممثلة في وزير الشباب والرياضة بتقول ان هي بتدعم الحدث الأهم دلوقتي، النهائي الافريقي هو حدث كبير جدا، الناس ما تقللش منه. النجم ما كانش فريق ضعيف، ولا الترجي فريق ضعيف، ولا الوداد فريق ضعيف، كل الانديه دي قويه جدا في دولها، سواء في تونس او المغرب او الجزائر، الثلاث دول اقويه جدا. فده دور الاعلام دلوقتي بيقول ان جميعا خلف النادي الاهلي، مش رساله يعني بيقصد بها اي ضرر، لكن يقصد بها ان هي تكون لصالح نهضه الرياضه المصريه. النهوض دايما بيبقى وجود او المشاركات في البطولات الكبرى، هو ده اللي بيعمل الانتفاضه للانديه او المنتخبات علشان يبقى في تطوير للرياضه المصريه، خاصه ان انت في صراع مع دول كبيره جدا، ومهم ان يكون عندك
عندك دور ليك تقدمه في المشاركات اللي بتكون موجود فيها، مش فكرة ان انت بتشاركه بس، لا انا اتمنى ان المنتخب او الاهلي في حالة ان شاء الله الاهلي تأهل لكاس العالم يكون ليه بصمة في كاس العالم، انه يكون مركز متقدم، مش مشاركة ان انا العب مباراة واخرج او المنتخب يلعب 3 مباريات في كاس العالم ويخرج، لا لازم يكون ليك دور وتقدم فيه انك انت منتخب او اهلي وصلت بجدارة وتستحق ان انت تكون موجود في بالظبط. لا يعني انا بتكلم بشكل عام، لان انت ان احنا في كاس العالم لنا دور يعني هو صعب، بس احنا بنتمنى يعني بنتمنى ان انت تقول ان انت عندك رساله، يعني ما انت مش موجود مش موجود للمشاركه بس روسيا يعني لا ما هو انا اعتقد ان لا انا بحسبك يا انت بتكلم عن كاس العالم للانديه لا 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 ان شاء الله يعني اذا استعدينا كويس هيبقى لنا دور، يعني المسألة الوضع مختلف. اللي كان الاول ليه نتخطى الدور الاول؟ لا اعتقد ليه انا لا اعتقد ولا اعتقد لا اعتقد ان هنتخطى الدور الاول لسبب، يعني تفكير زمان واللعب زمان او الهدف من المشاركه زمان يختلف. ثانيا في متغيرات حصلت على المنتخب المصري خلال كل هذه السنوات، حتى في الوضع الحالي احنا عايشين في متغير جديد اسمه اللاعبين المحترفين. تمام، انت نقلتنا نقله تانية، بس انا هكمل لك بس وجهه نظري فيها، ان احنا كان الاول دايما كان الاول دايما بس لسه كوبر بيلعب بطولات الكابتن الجوهر الله يرحمه 90. لا بس في حاجه والله في حاجه يعني مهما كان عندك نجوم محترفين او لسه بتلعب لسه بطريقه 90 حاجه الطريقه بتلعب ما هو انت الطريقه والفكر انت بتقدر تسجل اهداف وانت عندك عناصر كويسه، بس هتقدر الفتره الجايه ان انت ان شاء الله تستفيد بها. احنا هي بس انت لازم تراعي حاجه، المنتخب في السنوات الماضيه القريبه مش البعيده كان بيعتمد تشكيلته الاساسيه على لاعبي الاهلي والزمالك. دلوقتي بقى التشكيله الاساسيه او المتغير الجديد هو اللاعبين المحترفين. تمام. بقى التكوين بتاعك كله الاساسي بقى من اللاعيبه المحترفين. فبالتالي هيبقى في حتى تغير حتى في الاداء، ده في بصمات هتبقى مختلفه، حتى لو فكر المدرب نفسه في بعض التعقيدات او الامور اللي ممكن ما فيهاش متعه الاداء، لكن ممكن بهذا الشكل مع بعض التطوير ان انت تعرف تتفاهم او يكون لك شكل او انسجام مع مباريات كاس العالم. هو ده اللي ممكن يدينا رؤية او امل شوية ان ممكن لو استعدينا بشكل جيد خلال الفترة اللي جاية ممكن يبقى لنا شكل في كاس العالم ان شاء الله يا رب. خش على فك بقى، ما انت انا مش عارف حاسس ان انت مستعجل كده، عمال تبص في الاسئله مش عاتلك. لا مقتنع خلاص، لا والله متفائل، خلاص عديها بقى. لا لا, لا بس انا متفائل انا متفائل رب وانا رب. يعني يمكن بشوف الامور بشكل يعني في بعض الامور التفاؤليه شويه او بعض دايما بركز على الايجابيات، فحتى لو عندنا سلبيات مش لازم نجلد الذات، يعني ما كل الامور في الرياضه فيها سلبيات واحنا عايشين في سلبيات في الرياضه المصريه، فما نلاقي طيب نور ماشى يا ريت اهو ندافع وراها ونحاول يا رب نحفز ويمكن الدنيا تمشي. طب ايه الايجابيات؟ الايجابيات بالنسبه للايه بالظبط؟ اللي احنا يعني خدناها من المنتخب غير اللي احنا صعدنا كاس عالم، ولا هي دي الايجابيات قصدك ان احنا صعدنا نهائي؟ لا او في ايجابيات، انا بتكلم عن النواحي الفنيه ان انت عندك برضو العناصر الكويسه اللي ممكن تبني عليها. عندك في الفتره الحاليه الاهلي ابتدى يصدر فيما يجب ان يكون بالظبط، انت بتتكلم على الايجابيات اللي انت ممكن تبني عليها في المنتخب. عندنا ايجابيات كتير جدا. بالظبط عندنا ايجابيات. امال الايجابيات اللي بتسال عليها عشان لا الايجابيات الفتره اللي فاتت اللي بص بقى لما تسال على ايجابيات تديك سلبيات بغض النظر عن ان احنا صعدنا كاس عالم ككوره ولا كرياضه بشكل عام؟ ككوره في ايجابيات. بص انا عايز اقول لك حاجه، من الايجابيات دي ان انت دلوقتي بقى عندك يعني الاهلي ماشي كويس، الاهلي بعد المنتخب في حاله عمل لك حاله في الكره المصريه، المنتخب في الفتره اللي فاتت عمل لك حاله، الناس كلها اتجمعت ورا الكره المصريه. المنتخب. الاهلي والاهلي يعني ربنا انت عندك دلوقتي حاله كويسه يا رب كده ويفضل على طول. ما هو دلوقتي انا عايز اقول لك حاجه، هي الانتصارات دي مش بتعمل حاله في الجماهير المصريه؟ اكيد. طيب احنا يهمنا ايه في النهايه؟ المردود يبقى على الجماهير على الناس. الكوره رجعت ابتدت تاخد مكانتها تاني، ده من الايجابيات يعني بشكل عام ان كره القدم رجعت تاني تاخد مكانتها زي ما كانت في مصر في السنوات الماضيه والاهتمام وازاي بتجمع الناس سواء على مستوى المنتخب او على مستوى الانديه كالنادي الاهلي، الناس متجمعه كلها ورا دلوقتي وانت لسه بتتكلم عن المسانده الجيده، كل هذه الاشياء بتخلي ايجابيات ده على المستوى العام او الاجتماعي. تمام. هتتكلم بقى على المستوى الرياضي وده اللي حضرتك بتتكلم فيه. في ايجابيات
ان احنا بنتكلم في ايه. انا عارف ان السلبيات اكتر، يعني انا قاعد بدعبس معاك على الايجابيات اللي ممكن نتكلم فيها، بس السلبيات للاسف. انا هروح لاحمد بسؤال لغايه لما انا بس هقول لك حاجه، هي المشكله الوحيده بس في ايه، ان اتحاد الكره للاسف معتقد، او الناس المسؤولين معتقدين ان المنتخب فقط هو الكره المصريه، لكن الكره المصريه اشياء اخرى كثيره، مسابقات، تحكيم، اشياء كثيره تنظيميه وتطوير واشياء اخرى، لكن للاسف احنا دايما بنحط المنتخب في الواجهه فبندرى وراه ونحاول نداري كل الاخطاء، هي دي المشكله. بس على الاقل ما دام المنتخب حتى بشكل ايجابي فده يعني، او على الاقل في يعني طاقه نور نمشي في ايجابي. ماشي، عايز الايجابي انت. ماشي. بص انا شايف الايجابي ان انت تحقق هدفك انك توصل كاس العالم، ده شيء ايجابي ومهم طبعا جدا. طبعا لما يكون عندك نجم زي محمد محترم جدا كمان، يعني طبعا بس انا الناس ما تفرقش ان انا بهاجم وخلاص، لما يكون عندك نجم زي محمد صلاح بقى ليه اسم كبير جدا في اوروبا، ده واحد من الامور الايجابيه، لان ده بيديك فرصه ان انت يكون عندك محترفين. ده شيء لازم نستفيد منه كويس جدا من وصول المنتخب لكاس العالم. بقى عندك مجلس اداره قوي بيقدر في اتحاد الكوره يقدر يتكلم ان انا وصلت كاس العالم، هو ده الهدف. النهارده مطلوب بقى من اتحاد الكوره ان هو يستفيد من الحدث ده، من هو يخطط للكره المصريه. يعني خلينا نقول ان احنا فرصنا مش قويه في كاس العالم، لكن تقدر تعمل اجيال الفتره الجايه تستفيد من وصولك لكاس العالم. النهارده هو ده اللي انت محتاج تستفيد من الاجابات دي. عندك في عندك اسلوب، عندك بالظبط، وعندك فلازم تستفيد. حط لنفسك بقى، حط لنفسك يعني هدف، عندك خطه، اصبح حط لنفسك هدف في يوم من الايام تروح كاس العالم انافس حتى في الادوار النهائيه، اطلع على الاقل انت تكسر حاجز مساله التاهل، باقي حاجه يعني بالظبط طموح الجماهير المصريه ان احنا كاس العالم ونرجع. يعني اهم حاجه ايجابيه بقى ان احنا ان شاء الله نجيب هدف ويبقى فيش مجدي عبد الغني، ده اهم حاجه ايجابيه. فكابتن مجدي عبد الغني الايقونه خلاص بقى، يفضل ايقونه، ما كان في ناس جايه جابت قبليه له. لا بس هو الهدف بتاعه اسطوري، فلازم محتاجين محمد صلاح يجيب هدف. وانا شايفه ايجابي بصراحه، يعني انا شايفه ايجابي في كل اللي حصل ده، فرحه الناس. طبعا وده اللي انا انت خرجت الناس من حاله يعني عدم اهتمام، جمعتهم تاني يعني انت خرجتهم من عدم اهتمام بكره القدم الى الاهتمام بكره القدم، ده الاهم في الفتره. بالرغم من كان في ناس كتير جالها القلب، لكن يعني اتجمعنا وفرحنا. بتحب تتكلم انت على المنتخب مش عارف ليه، مش لاي حد تاني. عارف بتكلم على المنتخب، بتحب تتكلم عليه قوي. عارف ليه؟ لان هو انا مستر كوبر قريبي. انت مقتنع بيه؟ ولا عدوي. انت مقتنع مقتنع بكبر منتخبي؟ لا ما اقدرش اقول لك على طيب. بعد الهوا تقول لي؟ اقول لك بعد الهوا، انت عارف. أوكي. لكن انا منتخب مصر طبعا. وبلدي نفسي اشوفه منتخب قوي جدا، لان في عناصر قويه جدا، في عناصر محمد صلاح، في تريزيجيه، في رمضان، في احمد حسن كوكا، في يعني صلاح. وده على فكره ده بعيد عن في مني في حجازي، ما شاء الله اي حد مصري هو بيحب الكوره وبيحب منتخب بلده بالظبط، فطبيعي لان منتخب الوطن بيبقى هو في النهايه برضه منتخب الوطن بالظبط، يعني هو اللي بيرفع العالم بالظبط، وهو اللي بيمثل البلد. فنفسي اشوف هو اللي بيجمع كاس العالم، هو اللي بيجمع كل الناس اللي بيلفنا بالظبط. يعني مش عايز يروح يتغلب ويجي، انا اصلا برضه يعني انا ما ينفعش بلد فيها 90 مليون او اكتر من 90 مليون، احنا 100 دلوقتي 104 ما شاء الله، يعني ما ينفعش انا اروح العب ماتشين واجي خسران. لا طبعا طبعا ده اللي بيحصل يعني طبعا. بس ده اللي انت عايز تغيره، ده نفسي، ده لو حصل تبقى ايجابيه محترمه. نفسي نروح يبقى في، لا دي مصر جايه، مصر عندها فرقه قويه، مش عارف مش مصر ما ده محتاج يا كابتن عبد الحميد اتصنف ان انا الرابع بتاع المجموعه. لا محتاج ان انت الكلام ده يحصل، يكون عندك في المباراه اللي هتلعبها الوديه تلعب مع منتخبات قويه وتجرب، يعني تجرب وانت مش خايف. طيب يعني طب ما عندكش مشكله انك تخسر. ده سؤال برضو، احنا دخلنا في المنتخب يعني بايلك شويه اكتر، لكن ده انت يعني طلعت مني سؤال اللي هو احنا كان قبل كده المنتخب بيعتمد على الاهلي والزمالك، هل قوه الاهلي اللي ظهرت الفتره دي ممكن تخلي مستر كوبر ياخد عناصر اكتر من النادي الاهلي؟ يعني السؤال لحضرتك يعني انتوا ممكن تتكلموا فيه عادي. لا عادي، بص انا عايز اقول لك حاجه، هو مستر كوبر في تفكيره الطبيعي هو شايف ان معاه مجموعه ماشيه معاه من البدايه، هو عارفهم وبيتعامل معاهم. طب ده صح حسن؟ ده صح؟ لا طبعا، هو المفروض لما كل ما يبقى فيه متغير ايوه، المفروض فيه متغيرات جديده دايما، لان المنتخب ممكن انت تبني على حاجه معينه، ممكن اللعيبه اللي معاك يحصل لها ظروف معاكسه، فانت لازم يبقى عندك يعني برضو المساله فيها كيفيه للتعامل مع كل متغيرات جديده. يعني بالظبط، ده مهم جدا. ليه؟ لان انت عندك زي ما حضرتك بتقول في نماذج كتيره بتظهر،
في تطور في الحاله بالنسبه للانديه، وخاصه انت شايف الاهلي عامل انجاز يعني ماشي بشكل كويس في مبارياته، ماشي بشكل كويس، في ناس كتيره ظهرت، في لعيبه تانية لازم تقدر انت تضمها، لسبب انت لازم عندك الفتره اللي جايه ما يكونش تركيزك على مجموعه معينه، لان انت ما تضمنش ظروف هذه اللعيبه قبل كاس العالم، فبالتالي انت لازم تستفيد من هذه الفتره في التجهيز لكاس العالم وليس التجهيز للاعبين. في فرق ان انت بتجهز مجموعه معينه وبتجهز لبطوله معينه، فانت لما بتجهز لبطوله او التجهيز لكاس العالم ليه استراتيجيه مختلفه عن انت بتجهز لمباراه جايه لك بعد اسبوع او بعد شهر او رايح تلعب في حاجه قريبه او خطتها زي ما بيقولوا ايه قريبه المدى. انت دلوقتي بتجهز لبطوله، فبتجهز لبطوله معنى كده البطوله دي لسه قدامها مثلا تقريبا سبع شهور، فبقى خلال هذه الفتره انت لا تضمن ماذا سيحدث بعد سبع شهور، فبالتالي لازم يكون عندك عنصر او اثنين في كل مركز او ثلاثه انت تستطيع او يعني قبل كاس العالم يكون كل عنصر فيهم مثل الاخر. فهي دي الاستراتيجيه او التجهيز لكاس العالم. تمام. مش القصه ان انت بتجهز لمباراه او حاجه قريبه هتلعبها وخلاص. اشوف رايك. هو انا شايف المستر كوبر يعني مختار الاميز، الاهلي ما فيهوش افضل من الناس الموجوده في المنتخب. النهارده عندك ربيعه او فتحي او مؤمن زكريا، حسام عاشور، لا كان شريف اكرامي، مسعد سمير، عبد الله السعيد، صالح جمعه، هو الراجل مختار اميز ناس. صدق هو ده الاميز. ما انت ما عندكش يعني حتى ما هو ده التالق، وتريزيجيه ورمضان يعني ده محترفين، بس بتكلم على الاهلي كلهم ابناء الاهلي. صدق غالبا كوبر حبه في الاخر اهلاوي، فبقول لك جمع الناس دي كلها فهو ده الاميز. الزمالك نفس القصه، هتلاقي عدد الناس اللي فيه في المنتخب قليلين لان الزمالك عنده كبوه. الاسماعيلي يعني عنده لاعب مميز بس مش هو اللاعب او اللي هيعمل فرق. النهارده الفرق عندك انك انت تراقب المحترفين بشكل افضل. تمام. كان في فرصه على فكره مهمه جدا لكوبر، منتخب المحليين لو اتعامل بالشكل اللي هو كان مفروض يبقى موجود فيه. ده الصحافه يا جماعه دايما بتاخدني كده، ما انا بقول لك بس ده طب خش على اللي انت مركز فيه. انت اللي رحت المنتخب، المنتخب يروح يبني منتخب، انت ركز، خش على اللي انت مركز فيه. لا بس منتخب المحليين ده كان هيبقى ليه دور كبير جدا مع كوبر انه يوفر عليه اللي انت بتتكلم فيه. بس لو كانت نظم بدل ما يدور على الناس كتيره، لا هو كان عنده عدد هيستفيد منه، عنده منتخب اولمبي، عنده منتخب شباب، عنده منتخب ناشئين، هو ده اللي انت تقدر تعد فيه اللعيبه علشان يبقى في فرق. عندي تحفظات كتير جدا على المنتخب المحليين، عن كمان الاختيارات المدربين بالظبط. انا كمدير فني في مجاملات اقول اتفرج ولازم اروح الشرقيه اتفرج ولازم، لا طبعا أنا هو احسن ما هو ده المنتخب. انا ممكن في لعيبه في الدرجه الاولى ما حدش يعرف عنها حاجه، ممكن يكون احسن لعيبه، ما هو ده المنتخب اللي بيدور عليه. يكون في لعيبه مش عارف كده، عندي عيون، لازم عندي عيون. انا القصه ان هو ده اللي انا قلته لك في الاول، ان المنتخب مش هو الكره المصريه، منتخب. ما انت قلت كلمه حلوه جدا بالظبط، لان اللي حضرتك بتتكلم فيه ده المفروض في ناس تعمل على التطوير، وناس تعمل على اكتشاف المواهب، وناس بالزبط. تعمل على بناء منتخبات بشكل حقيقي بالزبط. لان هي دلوقتي ما هو عندي المجموعه سياسة. عندي هدف بالظبط، لكن ده ما فيش اي سياسه ولا اي كلام واضح ان شاء الله نتعامل معاه. القادم يكون احسن باذن الله. طيب الست اهداف اللي استقبلهم النجم الساحلي، هل هي بمثابه يعني انذار رعب وخوف وترهيب لفريق الوداد، ولا بمثابه ان انا لا هبقى جاي بقى انت حذرتني بصراحه كتر الف خيرك ان انت قلت لي خلي بالك انا عندي فريق بيجيب 6 و7 وضيع فرص، فانا هاجي اعمل لك يعني 1,000,000,000 حساب. طبيعي نقمه ولا نعمه الست اهداف دول؟ بص هي في البدايه للوداد اكيد هتبقى تخويف ان انت بتقابل اصل النجم، كمان فريق مش ضعيف ولا الترجي بالزبط. بس انا بتكلم على اقرب هو النجم. لما انت تكسبه 6 فده رساله للوداد ان انت فريق بتركز والتركيز بتاعك بيكون من اول دقيقه، وفرق معاك بصراحه ان علي معلول الكره اللي بتاعته جت جون، هو ده اللي غير شكل المباراه. النهارده انت بتلعب النجم جاي لاعب الاهلي والاهلي عايز جون، والجون جه في اول دقيقه ونص، فخلاص فك النجم وبقى في مشكله ان شاء الله للنجم. ان الكابتن حسام البدري بصراحه عمل يعني واحده من افضل الخطط بقى، ان هو فصل خط الدفاع اللي هو البدايه بتاعت هجمات النجم عن النص، فهو ده اللي عمل الفراغ، حتى تلاقي الفرقه بتاعت النجم كده مش متماسكه، ما حدش عارف يباصل حد. هو ده اللي كان عامله الكابتن حسام بالاربع لعيبه، وبصراحه واحد من افضل القرارات اللي عاملها ان هو شارك رامي ربيعه في نص الملعب. عمل شكل لنص الملعب انا كنت بتفرج عليه وانا مستمتع. هو ده رامي ربيعه اللي احنا محتاجين نشوفه، محتاجين كمان كوبر لو عنده رؤيه ان هو يشوفه في نص الملعب، يشوفه في الماتشات الوديه.
انا إيه؟ اتكلمت دلوقتي. طب انا بتكلم عن المنتخب يعني رامي ربيعه هو ماشي عادي ما خيرتش والله. فبقول لك لا هو رامي ربيعه في انت قصدك يشوفه يعني كدفاع فرصه في نص الملعب انت النهارده مني وطارق حامد هم حاجزين مقعدين. بص يا كابتن عبد الحميد عندك عندك مشكله في المنتخب. لا ما انت عندك مشكله في المنتخب ان ما فيش حد بيسدد في المنتخب. فانت ده الراجل بيسدد استفيد منه بس مع ان النني كان بيسدد وطارق حامد كان بيسدد والله كانوا مشكله يا جماعه والله في لعيبه. لا هي بس القصه دي النقطه دي مهمه هكمل بس الفكره كمان ان انت الاهلي احمد فتحي راجع فهيبقى عندك فرصه لمحمد هاني ان هو يبقى اكثر هدوءا ان انت تستفيد منه كمان في التغييرات. انا محتاج متعب ياخد فرصه اكبر في المباراه دي لانه متعب بعد لما خس وبعد ما بقى موجود في التدريبات بشكل اكبر من الاول بكتير ممكن يكون لي فرصه ان هو يحرز اهداف في مباراه الوداد. وده فرصه ورساله للكابتن حسام بدري لازم يهتم بالشق الهجومي لان انت النهارده لو انت نجحت ان انت تحرز هدف في الربع ساعه الاولى امام الوداد هيغير لك شكل المباراه. النهارده الوداد عنده فريق الشكل الدفاع بتاعه قوي هو مميز في الشكل في الناحيه الدفاعيه. لو قدرت ان انت تمارس الضغط عليه من اول المباراه علشان تحرز هدف مبكر هيضطر ان هو يهاجمك علشان يعمل معادله. النجم عايز الوداد عايز يخرج من مباراه الاهلي باقل النتائج اذا كان هيتعادل سلبيا او يتعادل تعادل ايجابي او يخسر 2-1 علشان عنده فرصه في العوده. انت محتاج ان انت تكسب في مباراه الوداد على الاقل 3-0. لو انت قدرت تكسب ب 3-0 انا اضمن لك ان الاهلي يعني يفوز بسهوله او هيعود بكاس افريقيا من المغرب بكل سهوله. تمام. يعني الاستاذ نبيل بن شكرون اهلا وسهلا بيك يا استاذ نبيل الاعلامي المغربي والصحفي المغربي اهلا وسهلا بيك. اهلا وسهلا استاذ عبد الحميد اهلا بك وبضيوفك الكرام. اهلا بيك. اهلا بيك ضيوف الكرام استاذ احمد الشام استاذ حسن خلف الله بيسلموا على حضرتك كل سنه وحضرتك طيب في البدايه. السلام عليكم للجميع، السلام مبلغ للجميع، وأهني الشعب المصري بعيد أكتوبر ولو أنها متأخرة. لا ربنا يخليك متأخرة ولا حاجة، إحنا دايماً شعب واحد ويعني مباراة إن شاء الله تليق باسم النادي الأهلي واسم النادي الوداد المغربي الفريقان الكبيران، إن شاء الله مباراة كيف يراها أو كيف تراها الصحف المغربية بشكل عام؟ يعني أكيد كما قلت هي مباراة كبيرة تجمع بين قطبين من اقطاب الكره الافريقيه الوداد والاهلي اكيد اثنين كبيرين. اما يعني الاعلام او الاعلام الرياضي المغربي فاظن من وجهه نظري الخاصه انه منقسم الى شطرين. اظن بان هناك مجموعه من المنابر الصحفيه في المغرب متجهه باتجاه انها ربما تحس بخطوره الاهلي وتحس بان ربما خبره الاهلي قد تلعب دورها في هذا النهائي، ولكن هناك فئه اخرى تعتبر وتساند الوداد وتثق في الوداد في عناصر الوداد على في قدراتهم وفي امكانياتهم. وبالفعل اظن بان المباراه هي متكافئه في نظري، ربما الحظوظ هي متساويه بين الطرفين. الوداد والاهلي اكيد فريقان كبيرين، ربما هناك اختلاف على مستوى التاريخ، ولكن التاريخ ربما المباراه لن تحتمى في سجل الارشيف، المباراه ستحتمى على ارضيه الميدان، وربما الفريق الذي سيستغل النقاط القوه ديالو في يعني باحسن استغلال ربما هو الذي سيكون مرشح للفوز في هذا النهائي. اكيد يعني استاذ نبيل يعني طبعا احنا كاعلاميين مصريين طبعا بيهمنا ان احنا النادي الاهلي يفوز، لكن ده لا يمنع ان احنا في الاول وفي الاخر يعني اشقاء عرب مش هيفرقنا اي ماتش، ده في الطبيعي. وحضرتك طبعا كاعلامي مغربي تتمنى برضه فريق الوداد يفوز، ايه الدوافع اللي عند حضرتك او الامل اللي عند حضرتك في فوز الوداد المغربي؟ اظن بان كما قلت هي الحظوظ متساويه، ولكن اظن ان ثقتي في الوداد كثيره. لماذا؟ الوداد يصل للنهائي نهائي دوري ابطال افريقيا للمره الثالثه، وربما الاهلي هو اكثر حضورا بالمقارنه مع الوداد في النهائي، ربما الوداد سيكون له رغبه اكبر في تتويج بهذا اللقب الافريقي. اكيد رغبه الاهلي كثيره في التتويج، ولكن الوداد يتوفر على مجموعه شابه، يتوفر على لاعبين منسجمين بشكل كبير،
وبالتالي اعتقد ان حاله الانسجام التي وصل لها الى فريق الوداد والتركيز الكبير الذي اصبح عليه اللاعبين ورفقه الطاقم التقني اعتقد ان كل هذه العوامل تسمح للوداد اليوم بالمنافسه بشراسه ولو كان الخصم من فريق الاهلي. اكيد ربما الجميع يتحدث عن غياب العطوشي هو اهم غياب في 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 تشكيله فريق الوداد الرياضي. اكيد مدافع جامد عموته قادر على ان يحدث تغييرات يعني تحافظ على الاستقرار التقني لفريق الوداد في مباراه الغد. اكيد يعني دي الدوافع او دي بادره الامل او بادره الامل اللي حضرتك شايفها في فريق الوداد، ايه اللي مخوف حضرتك من فريق الوداد؟ يعني اظن بان ربما الاجواء هناك في مصر، ولكن كما قلت بجانب غياب نجم كبير كالعطوش يعني التي تحسب لفريق الوداد او للاهلي، ان الفريقان سبق لهما التقيا قبل 4 شهور سواء في مصر او هنا في الدار البيضاء، لذلك فاظن بان المباراه يعني اظن بان مباراه الغد لن تكون حاسمه بشكل كبير. لا اظن بان المباراه حتى لو انتهت بفوز الوداد او الاهلي لن تكون اكيد اكيد لان المباراه الفاصله ستكون في بملعب مركب محمد الخامس السبت المقبل ان شاء الله. اكيد يعني برضو زنبيل، يعني كيف رايت وليد ازارو قبل مباراة النجم الساحلي وبعد مباراة النجم الساحلي، خصوصا أنه استبعد من المنتخب المغربي؟ وليد أزارو أكيد نحن كإعلاميين مغاربة نعرف جيدا إمكانيات وليد أزارو. وليد أزارو ربما أعتبره في رأيي الشخصي واحد من أحسن المهاجمين الذين أنجبتهم الكرة المغربية في الـ5 سنوات الأخيرة، ولكن أظن بأن وليد أزارو ما زال في حاجة إلى وقت للانسجام رفقة الأهلي. أظن في رأيي المباراة السابقة ربما لا تعني شيء كثير، لأن أكيد سجل 3 أهداف، ولكن كما رأينا سيطرة كاملة، هو يعني من الطبيعي أن يسجل المهاجم 3 أهداف في مباراة انتهت بـ6 أهداف، لذلك لا أظن بأن الوداد سيكون متخوف من هذه النقطة، بالعكس أظن بأن أزارو لا زال متأثر بالضغط ولم تحدث حالة الانسجام الكبيرة أو الانسجام 100% مع الأجواء المصرية، لذلك أظن بأن أزارو أكيد يعني قيمة كبيرة بالنسبة للأهلي، ولكن أظن بأنه ما زال في حاجة إلى الوقت للتأقلم مع الأهلي، ولا أظن بأن المباراتين القادمتين سيكونان مناسبة من أجل أن يتأقلم أزارو مع الأهلي، والوداد يعرف جيدا إمكانية أزارو، عموتة يعرف جيدا تحركات أزارو وسرعة أزارو، ولا أظن بأنه الوداد لا أظن بأن أزارو سيلقى المساحات التي وجدها فريق النجم الساحلي في دور النهائي. هو أنا بكلم حضرتك على أزارو، مش أن هو لاعب في نادي الأهلي، أنا بكلمك أن هو لاعب مغربي، يعني لاعب ذو امكانيات خاصه جدا، عشان كده بكلمك بقول لك انتوا شفتوه ازاي قبل مباراه النجم وبعد مباراه النجم، وليس له علاقه بفريق الوداد اطلاقا. انا بتكلم كوليد ازارو ان هو ابن من ابناء المغرب، اكيد زي ما حضرتك قلت من احسن مهاجمين، لان انا كمان شايفهم من احسن المهاجمين كمان هيبقى على مستوى العالم كمان في الفترات السابقه، فعايز اعرف رايك في العموم في وليد ازارو كابن من ابناء المغرب وليس كلاعب في النادي الاهلي. يعني اكيد نحن فخورين يعني بوليد ازارو كمهاجم، كأحد أفضل مهاجم كما سبق وقلت، وأظن بأنه في المستقبل سيكون إضافة كبيرة للمنتخب الوطني المغربي. كما قلت وفي حاجة فقط للانسجام، في حاجة فقط للتأقلم مع الأجواء الأهلاوية، وأظن بأنه سيكون إضافة كبيرة سواء للأهلي أو المنتخب الوطني، وخصوصا أن المنتخب الوطني يعني أو الكرة المغربية على العموم تفتقد إلى مهاجمين بقيمة أزارو، وأظن بأنه سيقول كلمته في المستقبل إن شاء الله في الكرة المغربية. أستاذ نبيل، يعني دائما بتشرفنا في قناة الأهلي، وإن شاء الله مباراة تليق باسم النادي الأهلي والوداد المغربي، تليق باسم البلدين الكبيرين أو البلدان الكبيران مصر والمغرب، إن شاء الله يبقى نهائي مشرف يليق باسم الوطن العربي. شكرا جدا على هذه المداخلة. يعني أزارو يعني فاق من الخضة، كان مخطوط يعني بصرف النظر، لا كان مخطوط لما جه الأهلي في ظل الحضور الكبير للجماهير، وإن هو يكون مهاجم الأهلي الرئيسي ومهاجم أساسي، ومطلوب منه إنه يحرز أهداف، ومطلوب منه إن هو كل الناس حاطة أمالها عليه في مباراة النجم، لا بقى أزارو. يعني وأنا عرفت منه في الحوار ان هم عندهم رغبه، عندهم مجموعات شابه، عندهم التزام، عندهم تركيز،
عندهم ده دوافعهم. مخاوفه كانت في غيابات زي العطوش اللي هو مدافع صلب جدا، مدافع يعني ساهم في الـ في الـ في العديد من الاهداف. كمان سالته على وليد ازارو، قال ان وليد ازارو هو شافه بالاهلي، رؤيته للاهلي غير رؤيته ان هو وليد ازارو المغربي، وده كان اهم حاجه كنت عايز اطلع بيها من المكالمه، ان هو الوداد مش هيتخوف من وليد ازارو، الوداد هيعرف يتعامل مع وليد ازارو ازاي. لما سالته على وليد ازارو كانسان مغربي ولا يعني واحد من ابناء المغرب، قال لا هو وليد ازارو طبعا ليه مستقبل كبير جدا ويخوف اي فرقه، ف يعني كلام صحفي وعارف هو كلام القلب بقى اللي طلع في الاخر الوطني. شوف انا عايز اقول لك حاجه، يعني اذا كان هناك الاعلام المغربي عنده ثقه في الوداد، فاحنا ثقتنا كبيره في الاهلي، نحن في مصر ثقتنا كبيره، وخاصه ان البطوله دي بتمثل حاله خاصه. الاهلي كان في حاله خاصه بالنسبه في هذه البطوله، سواء في الاداء او في المباريات او في النتائج او في كل شيء، فبالتالي احنا كمان ثقتنا كبيره في الاهلي انه يؤدي بشكل كويس. وان شاء الله يعني اللي انا عايز اقوله بس حاجه مهمه جدا، ان الناس زي ما يعني طبيعي ان المباراه دي في مباراه ذهاب ومباراه عوده، فايا كانت نتيجه مباراه الذهاب لا تخدع قبل مباراه العوده، سواء كانت نتيجه كبيره او نتيجه عاديه او ما ستقول اليه مباراه الغد. فانا اعتقد ان المباراه مش هتنتهي او الكاس مش هتحسم غير في المباراه التاليه اللي هتكون في المغرب، ده امر مهم جدا عشان الناس عندها طموحات كبيره في الاهلي، لكن كل مباراه لها ظروف والعبره زي ما بيقولوا بالخواتيم. تمام. فالنهايه هي اللي هتحسم، سواء حتى الاهلي حقق فوز او اي شيء، ما تكونش المساله فيها ثقه زايده في المباراه التاليه، او اذا كان في نتيجه غير يعني مطمئنه او غير يعني ممكن تكسب بس تكسب بفارق اهداف بسيط، فكل ده لن يكون هو الحسم. الهدف ان انت تأدي بشكل كويس، تلعب مباراه جيده، تقدم بشكل كويس، تعبر عنك كاهلي في هذه البطوله اللي بنقول ان انت اديت فيها وكانت فيها حاله خاصه للنادي الاهلي وممثل الكره. لكن الفوز، الفوز في القاهره مطلوب، يعني هو انت النهارده لما بتقدر تكسب على الاقل 2-0 او 3-0، ده بيديك فرصه اسهل انك تلعب في المغرب وانت مرتاح، ما عندكش ضغوط، ما عندكش، لان الحضور الجماهيري في ملعب محمد الخامس هيكون 67,000 مشجع، فانت محتاج ان انت تبقى عندك فرصه من هنا من القاهره بتفوز علشان تلعب وانت مستريح في المغرب ان شاء الله باذن الله. يعني في نهايه فقرتنا يا جماعه انا بشكر طبعا ضيوف الكرام، هم خلاص ما بقيتوش ضيوف بقى خلاص، اصحاب مكان يعني استاذ حسن خلف الله نائب رئيس الاهرام، شكرا. الوقت بيمر بسرعه بصراحه، عدى بسرعه، نورتني وشرفتني. لسه كده هيبقى لنا حديث كتير جدا ان شاء الله. استاذ احمد الشامي شكرا جدا لحضرتك نائب رئيس الاهرام، شكرا جدا. استاذ ميدو وسعيد بس حسن ربنا يخليك يا رب. دي كانت اول فقراتنا، لسه مستمرين معاكم، هنطلع فاصل بعد كده نستقبل ضيوفنا الكرام الدكتور وليد الحديدي الناقد الرياضي ايضا بالاهرام والاستاذ محمد الصايغ الناقد بموقع كوره. فاصل استنونا.